بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، رعى متصرف لواء القصر بمحافظة الكرك عمر العمايري حفلة تكريم شهداء بلدة السماكية وكبار السن الذي نظمته جمعية السياحة لإنماء المواقع الأثرية في قاعة المرحوم ساب العكشة في السماكية. وخلال الاحتفال الذي حضره عدد من مسؤولي الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية والأباء الكهنة وذوي شهداء بلدة السماكية وجمع كبير من أبناء المنطقة، قدم متصرف اللواء التهنئة لأبناء السماكية وعموم الأردنيين مسيحيين ومسلمين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. كما شكر جمعية السياحة على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الوطنية بتكريم شهداء الوطن. وبدوره أشاد رئيس بلدية شيحان طايل المجالي بالمحبة والتآخي والعيش المشترك بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة والمبني على الاحترام والمودة والتقدير منذ مئات السنين، داعين الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الغالي في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. وقدم رئيس جمعية السياحة لإنماء المواقع الأثرية سامر حجازين نبذة عن تاريخ السماكية وما قدمته من شهداء دفاعاً عن الأردن وفلسطين، كما قدم للحضور إيجازاً عن أهداف الجمعية ومشاريعها الرائدة في خدمة المجتمع المحلي. احتفال هذا اليوم اللي قمنا فيه هو تكريم الشهداء الذين سقطوا على أسوار القدس وعلى أرض الوطن ودفاعاً عن الأردن. السماكية قدمت 8 شهداء من حرب 48 حتى حرب 73، وهؤلاء الشهداء مفخرة لنا كبناء بلدة السماكية ومفخرة للوطن جميعا. وبالنسبة للحفل تكريم الآباء والأمهات، الآباء والأمهات ضحوا وقدموا لنا الكثير الكثير في الوقت الذي مروا فيه بظروف صعبة في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. حفروا الصخر، مشوا حفاة، وسكنوا في بيوت لا أبواب ولا شبابيك عليها، ولكن استطاعوا أن يربوا أبناء ويقدموا أبناء للوطن في مختلف مجالات الحياة السياسية، وكما ذكرت في كلمتي الحياة السياسية والدينية والاقتصادية والعسكرية. والحمد لله اليوم كان هذا الاحتفال بمشاركة سيادة المطران ويليام الشوملي ومدراء الدوائر الحكومية في منطقة لواء القصر، حيث تم توزيع الدروع على ذوي الشهداء وتم توزيع الهدايا مناسبة أيضا عيد الميلاد على أبانا وأمهاتنا ممن تجاوز 80 عاما. وفي النهاية أود أن أشكر مرة أخرى قناة نورسات على تغطيتها هذا الحفل في هذا اليوم، وألف شكر لكم جميعاً.